السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوف الفرد الثاني في الدورة الثانية، إذا خاص بالتمارين الكتابية. هذا النموذج هذا فهو خاص بالمستوى الثاني، بطبيعة الحال فهو نموذج جديد من الفروض الجديدة والمحينة بطبيعة الحال التي تواكب عناصر المنهج. غنبدأ بالسؤال الأول، أحول أنا جمعت أدواتي. إذا سنقول أنت جمعت أدواتك. أنت جمعت أدواتك. أنتما جمعتما أدواتكما. نحن جمعنا أدواتنا. هن جمعن أدواتهن. إذن أدواتهن. إذن هن جمعن أدواتهن. إذا لنقوم بشكل الكلمات، أنتما جمعتما أدواتكما. نحن جمعنا أدواتنا. هن جمعن أدواتهن. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. ندوزو دابا للسؤال الثاني، أستعين بالمثال وأملأ الفراغات. إذا لاحظوا معي، مكتبة كتب، يكتب كاتب، كتابة مكتوب. إذا مزرعة زرع. إذا نقول زرع يزرع زارع زراعة. هذه بحال عائلة الكلمة. دابا بحال كنديرو عائلة الكلمة. زراعة مزروع. شوفوا معايا، عندي دارس هنا. إذا دارس مدرسة. الفعل درس يدرس. دارس دراسة. مدروس. ندوزو السؤال الموالي، ألاحظ المثال وأملأ الفراغ بما يناسب. عماد أطول من يوسف. إذا الفأر من السلحفاة. إذا الفأر أسرع من السلحفاة. إذا غنقولو الفأر أسرع من السلحفاة. الفأر أسرع من السلحفاة. الفيل من الأرنب. إذا الفيل ضخم فهو أضخم. الفيل أضخم من الأرنب. الأسد. إذا الأسد أقوى من الغزالة. النخلة من الشجرة. إذا النخلة نقول مثلا أعلى من الشجرة. ندوزو للسؤال الموالي والأخير، أكتب الكلمة المناسبة كما في المثال. بطاقتنا. إذا أنتما بطاقتكما. إذا نكتبو بطاقتكما. أقلام. إذا نقولو أقلامكما. واجب. إذا واجبكما. حق. إذا حقكما.
حقكما حقكما لوحات لوحاتنا لوحاتنا لوحاتكما لوحاتكما. إذا هذا هو الجواب على هذا السؤال الأخير. إذا الآن هذو هما الأجوبة الخاصة بهذه التمارين الكتابية. بطبيعة الحال غادي نعاود نقاد معكم نماذج أخرى خاصة بفروض المرحلة الرابعة، بما أنه باقي الوقت الامتحانات فأكيد غنزل بزاف ديال النماذج، بزاف ديال لي فيديو الخاصين بالفروض ديال المرحلة الرابعة لجميع المستويات، جميع المكونات بطبيعة الحال في إطار يعني الاستعداد الجيد الجيد للفروض إن شاء الله، باش تحصلوا على نقاط جيدة ويعني وتحصلوا على معدل عام ديال السنة اللي يكون جيد بطبيعة الحال. إذا الله يوفق الجميع، إلى اللقاء.